صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقال الصحابة: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يقذف الله في قلوبكم الوهن وينزع من قلوب أعدائكم المهابة منكم. هذا الحديث يدل، وإن كان في إسناده ضعف، يدل على أن الأمة في آخر الزمان تتداعى عليها الأمم كما تتداعى الأكلة على القصعة، كل يريد أن يأخذ منها. وهذا التداعي لم يكن دون سبب، وإنما وقع بسبب تفريط الأمة. فالأمة عندما كانت آخذة بكتاب الله، متمسكة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصلون في صلاة الفجر بعددهم كيوم الجمعة، مسابقون في مرضاة الله عز وجل، يحرصون على تطبيق السنن وعلى شرع الله عز وجل، ملكوا الشرق والغرب. ولكن عندما أعرضوا عن دين الله عز وجل وتركوا شريعة ربهم سبحانه وتعالى وتجرأوا على فعل المعاصي والذنوب، سلط عليهم الأعداء. ولذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. من نصر الله نصره الله عز وجل، ومن أعرض عن دين الله عز وجل خذله الله سبحانه وتعالى. والمسلمون ليس بينهم وبين الله نسب إلا هذا الدين، على قدر تمسكهم بالإسلام والدين يكون حفظ الله لهم. وإذا أعرضوا عن دين الله عز وجل فإن الأمم الأخرى تفضلهم من جهة العدد والعتاد. الأمة لا تفضل الأمم الأخرى بعدد ولا بعتاد، وإنما تفضلها بأي شيء؟ بهذا الدين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة من دونه أذلنا الله عز وجل. فعندما نعرض عن سبب عزنا وتمكيننا ونصرتنا نكون أضعف الأمم، لأننا أقلهم عددا وأقلهم أيضا عتادا، فتختل الموازين. أما إذا كان هناك إيمان ودين وعقيدة ترضي الله سبحانه وتعالى فإن الله معنا. وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: لا تحزن، إن الله معنا، ومن كان الله معه فالله ناصره والله لا يخذله سبحانه وتعالى. ولذا من قرأ التاريخ وقرأ وقعات المسلمين التي وقعت مع الكفار، لم يذكر في وقعة من وقعات أهل الإسلام أن المسلمين كانوا أكثر عددا وعتادا من الكفار. دائما الكفار أكثر عددا وعتادا، ولكن الله ينصر أهل الإيمان بإيمانهم. أول وقعة وقعت، وهي أعظم معركة وقعت على وجه الأرض، غزوة بدر الكبرى. كان على المسلمين 300، وكان على الكفار 1000، وفتح الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. مكث أكثر الليل صلى الله عليه وسلم أكثر الليل وهو رافع يديه يقول: يا ربي، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. حتى يقول الصديق: كفاك يا رسول الله مناشدتك ربك، فإن الله لا يخزيك. ثم تنظر في تاريخ الأمة تجد أن جميع غزوات أهل الإسلام انتصروا بصدقهم مع الله عز وجل وبإيمانهم، ولم ينتصروا لا بعدد ولا بعتاد. والله يأمرنا أن نأخذ بالأسباب: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا معنى حديث: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، لضعف الإسلام أو لضعف المسلمين وتشتتهم وابتعادهم عن دين ربهم سبحانه وتعالى، سلط عليهم الأعداء وقذف في قلوبهم الوهن. الذي هو الوهن هو ماذا؟ حب الدنيا وكراهية الموت. نسأل الله العافية. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.